أيضا يسأل حفظكم الله: متى تجب الأضحية عن الإنسان؟ هل هو عند البلوغ؟ الواجبات الشرعية منوطة بشروط أو مشروطة بشروط، منها البلوغ ومنها أيضا الاستطاعة. ولهذا قلنا في أول الكلام إن من العلماء من يرى أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية، لكن على القول بالوجوب فإن ذلك مقيد بماذا؟ بالاستطاعة. ولهذا قال الله عز وجل في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.